سؤال: لماذا خلق الإنسان في الأصل؟ هل من أجل تعويض ضغمة الملائكة التي سقطت، أم من أجل ماذا؟ مش ممكن من أجل تعويض ضغمة الملائكة التي سقطت، لأن الملائكة عبارة عن أرواح بلا أجساد، لكن الإنسان روح وجسد، والملائكة لا يحاربون بواسطة الجسد لأن ما لهمش جسد، لكن الإنسان ممكن يحارب بواسطة الجسد، سيختلف في هذا عن الملائكة. طبيعة الإنسان تختلف عن طبيعة الملائكة. أما يعوض ملائكة الذين سقطوا، ملهاش معنى يعوضهم ليه؟ أهو راحوا.